يا هلا والله مرحبا عدنا في حلقه جديده من لعبه كونتراكت بالعدنا يا عيال والحلقه الماضيه كان كنت بكوت اللعبه قلت اليوم خلني افتح اللعبه وشيك يمكن تعدل الموضوع والظاهر والله اعلم لاني قفلت اللعبه نهائيا وشغلتها صار يمديني أبيحة فالان لما اروح للاوكشن اقدر اقول فينيش اوكشن واقول الحمد لله تطلع لي هذه وتاخذ يا يعني ذيك اللي قالت 230 على الارض فاضيه اخي آه بالقهر القهر لكن نقدر نبيع لها هذه ب 213 الف المبنى حقنا اللي ما ادري وين راح ما ادري وين فيه لكن نقدر نبيع لها الان وناخذ 213 الف الظاهر انا كم معي لا لا حطيت يس ولا نو اي اشواء خفت اني كنسلتها اه جاتني 200 300 300 الف آه، كم كم معي انا كيف صار عندي 300 الف اوكي الحمد لله انا توقعت اني حطيت نو بالغلط فضاك صدري قلت يا حبيبي لا تكون كنسلت البيعه بالغلط ادري ايش زبده الحمد لله بعنا <applause> الحمد لله انا مسوي سعيد يا عيال طب دقيقه دقيقه وقف في الان بروبرتيز ما في اي شيء للبيع لكن اللي فهمته من اللعبه انه يعرضون اشياء للبيع كل فجر انا وين 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 الو وين شركتي ابو ارقد شركتي قدام يمين اوكي هذا طريقي طبعا الطبيعي مو المختصر خلينا نمشي زي الخلق نصير نصير ادمي مره واحده زمان ما مشيت زي الخلق عاد على جلند يا بوي جلند كلبي اوكي فالحلقه هذه انا ودي صراحه مره 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 في خاطري اني اشتري بيت ابو دورين اللي اقدر ابني فيه دورين مره في خاطري صراحه يقول ان شاء الله اصلا تجي اراضي يمكن ما تجي اراضي يعني هذه المصيبه يعني انت قلتوا لي هذه الزبايل المفروض تنظفها هذه الزبايل تتنظف الا والله آه ها لا شوفوا لا شوفوا لو سمحتوا والله كذا كثير يا عيال اني بنظف انا شركتي الخاصة عندي شركة بس ما عندي خدامة او او خدام او اي عامل نظافة اي شيء كذا كثير يا مدير شركة الحساسة والله كذا كثير بس يلا ايش انا متواضع جدا تعال حبيبي حطها هنا خلاص عندي عندي اغراض واجد يا رجال عندي مرة اغراض واجد بيدي صراحة طبعا مهمه الكومبرس ماشين بالضغط وزي كذا الى الان ما قررت شيء عليها ما ادري هل اسويها ولا اسحب عليها في الغالب بسحب عليها بس رزق الله زياده لا ما ابغى الجهاز هذا ابغى اركض ابي سريري وين سريري وين باب في باب هنا تعال اعطني باب اعطني والله يا زبايل اذا يعني اذا شفت زباله في قدام بشيلها خبيس والله صايخ من الورع اه مشكله ما اقدر انام وجنبي زبايل يا هذا 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 مو زبالة هذا صندوق حاط فيه اغراض ثمينة هنا خلوه بس ما اصبحنا فاصبحنا واصبح الملك لله وهلا والله مرحبا شيك يا رب ما في شيء ليه ما في شيء للبيع؟ يا حبيبي ليه كذا يا حبيبي؟ ليه يا حبيبي ما في احد يبغى يبيع؟ ما ابغى اسوي المهمة الرئيسية ما ابغى تكفون والله ما ابي وش الزبايل في كل مكان. طيب ايش نسوي الحين اجل اذا ما عندي اراضي؟ اروح اسوي المهمة الرئيسية هذه حق جوشوا يبغاني ارتب بيتها 37000 وفرها في جيبك تعال تدري أباخذها بس ايش؟ مبزوط يمين يسار ما راح اسويها بالكامل شوف قال لي في طريق في طريق اعطاني اياه من هنا دقيقه شوف بمشي مع الخط الاصفر الخط الاصفر أصفر, اصفر وين بيوديني خط الاصفر يوديني تحت بالله في طريق من هنا لا يا شيخ تبغاني اخترق الجدران يعني ولا ايش؟ وش هل جوجل ما عندهم مضروب يا يعني. عيال والله مضروب تقولون لي تقدر تبيع السياره القديمه ادري ترى ألف ريال شو فيها؟ ايش ب ريال خلها موجوده هناك يمكن احد يدخل يساعدني في اللعبه يسوقها خلوها ما حد ما احنا يدري هنا اروح وانا اروح وانا اروح بروح ابيع الاثاث المستعمل اللي عندي اول شيء هذا اول شيء لازم نسويه نبيع الاثاث المستعمل اللي موجود عندي عندي خرابيط واجد مره لازم ابيعها غير طبعا الريسايكل تشيك اوت ستور سيلز يا ليل خصومات للمحل بس خلينا نشيك على الاراضي يمكن تحط اراضي بعد <applause> خصومات شلون اسوي انسبسكرايب؟ ما ابغى ما ابغى ترسل لي شيء خلاص اوكي هذه الاغراض كامله تعال يا حبيبي خذها خذها ب 10 ريال ما عندي مشكله كم معي؟ 300 الف اوكي اعطوني 1000 وفي هذه الاشياء كلها اقدر ابيعها بس لازم اضغط كذا 300 الف 2000 اعطوني والله حلوه جتني 2000 والله طيبه تعال يا حبيبي خلينا نضبط الزبايل هذه آه بنحطها برضه في الريسايكل هنا مره واحده دامي عند المكان ذا طيب وين مهمتنا مهمتنا يطلع السلامة.. اوه في المدينه والله بعيد انت يا جوشو فرصتنا نروح نشوف محل الأثاث اللي في المدينه والله يا فرصه وين حق البنزين عندي بيعبي بنزين انا هو يمين ولا يسار ما ادري فعشان كذا نوقف حقه ما رايحة اودي الاغراض هذه الان بسم الله الرحمن الرحيم بوديها مره واحده مع مع المهمه الجايه مره واحده ما المهمه الجايه يمكن فيها وصايا واجد ناخذها نخلصها بعدين نبيعهم سوا هذا محل الهاردوير اللي في المدينه والله شكله فخم يا عيال والله فخم الله عليه وهذا وش ذا وود ستار محل اثاث ورا فاضي عاد كانه فاضي مره طيب هنا البيت اللي نبغاه اقدر درشت ذي البيوت مستحيل هذه انا انا اسف وين بيتهم؟ هذا بيت اللي يبغاه أوه, اوه اوه والله هنا يا عيال طبقة أخرى طبقة مخملية هذه يلا السلام عليكم نفس جزمتي قبل ما أدخل السماجة وش تبون الحين بالضبط؟ وش مهمة أصلا؟ حبيبي وش مهمة كذا العيب؟ هذه مهمة تنقلع مهمة جوشوا يقول نظف الوصايخ مو مدري وشو مدري وشو ايوه آه اها هذي وصايخ حبيبي انت ليش ما جبت طيب خدامه ليش جايبني انا طيب تعال خلينا ننظف الوصايخ هنا ما شاء الله بيتها مره سيء وش السجاده ذي هذه مره خايسه وش هذي ليه ما عندك تلفزيون يا قلبي يا قلبي الله يعوض عليك تعال خلينا ننظف يعني والله اللي مسوي اللعبة فاهم غلط يحسب المقاول هو اللي ينظف، لا يا حبيبي ما مو كذا، خير عندك شركة وكذا شغلك يا حرام يا اخي حس ما منطقي ابد، ها آه وش في هنا؟ وش تبغاني اسوي بعد ذي؟ خل نعلقها له هنا ما في شيء اسويه، هنا أو هنا يبغاني اغير الأثاث القديم حقه، اوكي ابشر بي، والله يا اخي وش جايه طقتها شمس، وش السالفة؟ في هنا فيرس كت كيت حلو حقت اسعافات اوليه لازم نغير البلاط كامل نحط له ماربل ونشتري له اشياء جديده طيب ايش بعد هنا؟ هذا الباب الظاهر لازم يتغير يب اوكي تعال ما شاء الله الكريم ايش بعد؟ درايش كويسه؟ كويسه أه نبغى يبغاني اشتري له اثاث هنا فقط اشتري له اثاث في الغرفه هذه أه بوك شلف يعني مكتب نشتري اوه أوه, أوه, اوه والله حلوه حلو بيتها ليش بابين باب هنا وباب هنا حس ما له داعي بس بس حلوه برضه يعني يعني اظل جميل صراحه ما شاء الله تصميم البيت رهيب عجبني يعني شوفون هذا كيف الدرج مرتفع وكذا يا اخي ما اقدر اسويها انا لما اخطط بيت وابني احط له السور وكذا ما في ما عندي هذه الدلع هذا ما عندي انا احط مربع وبس يا اخي شيء يقهر ودي ابدع اصمم مسوي لي بدرج بيت بارتفاع معين مدري ايش ما يمدي وش بعد بس هذه الغرفتين هذه وش اوكي هذه الغرفه ما يبغانا نسوي لها شيء اوكي حلو حلو مهمه بسيطه سهله ان شاء الله آه يبغانا نطلب اول شيء من محل الاثاث بروبرتي اخر ما والله بدي ذا البروبرتي فجاه أفتحها بالغلط والقى ارض هنا بس ما في للاسف ناخذ من وين ناخذ من وين ناخذ في هذا سيتي فرنشر ستور هذا اللي من عنده حق الهاردوير وين حق الاثاث اللي تو قلنا فاضي ما ادري أي واحد صراحه الظاهر لك كان شكل كان اسمه وود اي وود ستار هذا هو هذا جنبي اوه شوفوا عدد النجوم اللي فيه اثاثه غالي طب خوينا وش يبغى اصلا؟ يبي 3.3 ثلاثة بوين ثلاثة بوينت اوه خوينا يبغى من هنا <applause> يبي بانيو <applause> عطنا هذا هذا مشكله حمامه صغير هذا حلو هذا رايك شوفوا يبغى بوك شيلف اربع نجمات اللي هنا كلها ثلاث نجوم فيوم طلبتها ما ما حد صح يعني يبغالي اطلب من محل اخر على كذا دقيقه اجل اطلع اطلع من بطالب من هنا عطني هذا آه خمس نجوم فرنشر ستور هذا غالي شو سوى صح الحين طب لو رحنا الحمام باث ما في الا اربع نجوم يعني احتاج من هنا محل هذا ومحل هذاك اوه نو نقول جيب عند بيت جوشوا شكرا يسر طب والمحل اللي الاول حطيت فيه الاغراض يا رب انه ما رست ايوه <applause> ما رست اشواء تعال حتى نبغى منك باي اول كم؟ 9000 احا احا اوكي عشان حم... الباني وبها غلاف اكيد غالي تعال هذا وش مرتفع سعره كم 740 صار 900 احا لا اصبر انت كذا خرا <applause> ما انا من منك اجل دقيقه هذه الاسعار بس عندك كذا غاليه خلينا نروح محل غيره خلينا نروح خوينا هي خوينا رخيص خوينا ارخص القديم تعال عطنا اكستيرير دور ايش اللي مدري كم حسب من وين بشتري اوكي يبي والله عليه خصومات حلو الحمد لله طحنا لك لقطه في عندك ثلاجه كبيره ب 2003 عطنا هذه هذه تكفي شكلك عزوبي انت عطنا ذي بالقوه يا عيال هلا بوي هذا وشو ليفنج روم هذا ظهر آه... يبغاه في المكتب حقه هنا صح؟ بحط له هنا بوك شيلف هنا ما ادري هذا باب آه اوكي كذا بقول ما ادري احط فيه ما ينفع فيه شيء اصلا لانه باب اي كذا جنب بعض حلو صراحه طالع كانه شكل يعني مقصود وهذا البوك شلف الثاني اوكي بنخليك خلي هنا عند المدخل احس احس المدخل ذا ميت والله نايس هنا مره مكانه حلو يا عيال هذا راح يكون الباب اللي بنركبه هنا وهذا الاكستيرير دور الباب الخارجي والله حلو ترتيب بيته ما شاء الله مرة مرة عاجبني هنا نحط له المكتب طبعا ولا السرير انت انت عندك سريرك نحطه هنا صح؟ دقيقة وين نحط السرير يا ابوي؟ هنا لا هنا بنحط السرير والتلفزيون برضه هنا غرفة النوم اوكي تعجبني والله غرت اول شيء بغير مكان التلفزيون حقه ما ينفع هنا حطه هنا قبال التلفزيون حقك حبيبي قبال قبال السرير تتفرج الانترقد شغل قناتي تتابع وتنام والله تخيل السرير هنا وتابع الله اكبر هذا السرير ها اه. اكله بسرير جبت لك ما يبغى ذا السرير تكفى لا بالله عليك انا طالب سرير خايس اوه نو قل وش هذا ايش هذه يعني هذا السرير وش بتوقع فيه انا لا ارجوك طلبت سرير بالغلط اوه نو كان حاط لي خط يا اخي زق عندك وضار ما حط لي خط شوفوا هذا سرير خمس نجوم أربع خمسة عشر ألف آه هذا وش ذا السرير في كنبة في زحليقة في <applause> زحليقة يا عيال عشان آه، يتابع قناتي هو قاعد اوكي دقيقة والله هذا غريب وهنا وشو ثلاجة لا يا شيخ هذه حق الطيارة ذي فيرست كلاس قسم بالله وش اللمبات اللي هنا ما المداعي داعي اللمبات اللي هنا وش بيقرا هنا مثلا بيروح على جنب ايش في؟ وهنا بعد ستورج تقرا عضو <تكلعب> سرير الوسخ ايش ذا؟ والله ديم غرت شوي صراحه احسه مريح مره تعال هذا الحمام اه بنحط لك الباث توب هنا تعال خلينا نشيل هذه نحطها قدام الحمام هنا عشان ما تزحلق كيفني والله اني والله اني حنين يعني اهتم فيه آه والله شوف عندك الزحمة مرة في <applause> حمامك يا طيب لا كنت بغير مكان ذي بحطها هنا حسينا مكان أحسن شو مقعدة في الزاوية هناك صح بس الحين توهقنا <applause> بذي ز... نو شو نحددها كلها يا الله قهر تعال تعال ما درى ما درى نغطي اللي طشال اللي يا عيال ما حد شاف ولا حد ولا عاد يتكلم اه مقلوبه اه عزان مقلوبه ترى المغسله اه خلاص عدلتها ترى بنفس الحلقه يا لا تقعدون <applause> استقعد انت وياه وهذا الكرسي حق <applause> المكتب حقك هذا مكتبه خايس صغير متر في متر بسم الله الرحمن الرحيم اوكي كسرنا المشكله في, ال... في انك تحط انك تحط قروشه لانك لو لمست اي قطعه اثاث راح يفصل المربع ذا فامش كذا بين الاثاث بين السجاد بين كل شيء عشان تقدر تسوي دراج لين هنا وتحطه مره واحده لو لمست كذا فجاه بالغلط يفصل على طول البلاط فكده الحمد لله والله لون حلو بالله اللون ما قلت لكم ينفع على ابيض لاني اذكر هذا كان غامق احس احس كذا حلو واو مره سيء والله عيال هذه 38000 طيبه والله طيبه تعال بسم الله ننهيها فنش كم بيعطيني؟ 65000 ليه؟ لانها الاثاث اللي انا شريتها وفلوس المهمة نفسها فحبيبي شكرا شكرا كلك تراش بيسز باقي قطعتين ما شلتها يا رجال توكل الله يا سلام عطاء ايه نوتيفيكيشن نوتيفيكيشن, نوتيفيكيشن كارجو درا ايش في؟ ايش هذه؟ كل هذه مهام جاتني؟ ديم كاري كارجو من كلاود سيل الين بوليس ستيشن ب 7500 اوكي خليني اخذها المهمه دي اوصل بس شيء وين فيه؟ حسيت انها قريبه من عندي ايوه اخذها من هنا الين محطه الشرطه مشينا مشينا والله ما اتوقع سيارتي تكفي بس خلنا ناخذها خلنا نشيك على البروبرتي الى الان ما في عقار يا اخي انا مستغرب المفروض يعني بيعوا لي عقار حرام عليكم صح اصبر انا شاري السرير هل اقدر ارجعه هنا؟ والله شاري سرير ما له داعي الظاهر شاري من هذا المحل اصلا دائما جيت هنا عشان ارقى مع الجسر خلنا نجرب اسوي له اذا ما يترجع بحطه عندي في ايش هذا الكنب؟ الثمانينات يبوي ابوي بحطه عندي في اي بيت جديد فبقول ريتير ما اقدر ارجع اه يا زمن اه رايحين للمطار اوكي نروح الجمارك ناخذ اغراض ونرجع نرجع <applause> الشرطه اوكي اوكي بدون تفتيش صح؟ انا جاي من الشرطه طرف الشرطه ما يحتاج تفتيش الحمد لله على السلامه وصلنا هنا آه بحط سيارتي هنا المشكله فيها اغراض خافت تروح علي فما ودي اني مم. اكلمك كل ما يحتاج؟ أو نو. اوكي باخذها باخذها معي بسيارتي انا ما اخذها بسيارته. اوكي خلصنا؟ يسلم يسلم. وين نوصلها؟ اوصلها للشرطه صح؟ لا تقول لازم اخذها بالسيارة ذي. اها بدت المهمه، بدا الوقت. وين الشرطه؟ هنا الشرطه، اوكي اوكي كويس، اعطاني المكان. ما يحتاج احطها بسياره ثانيه، زين. وصلنا يا يعني عيال لمركز الشرطه. هذا اي أيوة والله ديم والله مليان سيارات شرطه آه. صح اخر عن الطريق <applause> انا جاي هنا عندي وظيفه معكم ما حد يسوي لي شيء ما حد يقول لي شيء حلو اوصلها هنا بس والله حلوه المهمه بسيطه ما يعني ما, عاد اسوي مهمات هذه لان صراحه ممله شوي وش بس اوصل وصلها انت بنفسك يا حبيبي خلصنا تعال يا حبيبي عطني فلوس فلوس انا أجيب. فنش يا <applause> سلام سلم تكفى ارض يمكن بكره يمكن بكره متفائلين ان شاء الله فخلنا نشوف الايميل الايميل في الغالب هو المهام الاساسيه هذا شو يقول؟ يقول هيرد ما ادري وشو كولكت جارب ديمولش وولز في ارض بيت نبغى نكسره هذا اللي هنا هذا في القريه هذه في المدينه دي هذا شك هذا بيت جديد شكله والله ودي اشوف لما كسره كيف راح يصير اي والله جبته جنب اح وين وديتي والله بيوت هذه للبيع طيب بس ايش الظاهر لسه مو معروضه للبيع خلينا نروح نشوف مهمه الديمونش هذه اخذناها مو بلازم اكملها كامل بس اني ابى بمشي على المهمه هذه <تصفيق> <تصفيق> والله الحمد لله ما في نجوم الحمد لله ما في خمس نجمات الحمد لله اه هذه البيوت اوكي مو نفس اللي في الصوره يا خايسه والله خايسه طيب شوفوا فيها زبايل هذا اول شيء بالعاده المهام اللي اخذناها قبل ما كان فيها زبايل الله يعزكم وش ذا وش ذا وش ذا تلفزيون طاير وكنب رايح فيها تعال 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 كله يجيب لي فلوس والله يجيب فلوس هذه شفتوا هذه العمدان انا في الاخر اخر مهمه ديموليش وانا منتج استوعبت ان في عمدان اتوقع والله اعلم اني لو اطيحها تسهل لي عمليه الهد يعني اتوقع لو طيحت العمود هذا راح يطيح السقف اللي فوقه والله اعلم فخلني اجرب بسم الله اعطني مطرقه ايوه سلام ايوه والله اني حسيت والله اني حاس انها راح تريح لي مره كثير في عمود ثاني تكفون نبي عمود ثاني واللي وش الاثاث يعني كل هالبيت كان واقف على عمود واحد في الزاويه مو منطقي عاد اعطوني عمود زياده شوف خلصنا المهمتين حقت الزبايل وننشي الاثاث المستعمل بقي بس 1% عشان اوصل النص فما ادري هل يو كان فينيش ناو هل اكنسل هنا ولا اكمل ودي ودي اكنسل هنا عشان اقدر اكمل اشوف المهام الثانيه الاساسيه نمشي عليها يا خلاص بكنسل بكنسل هنا بنهي المهمه هنا خلكم عند ريسايكل انتم بسوي لكم ريسايكل بعد شوي والله عندي عفش واجد هنا حالة اللحظة يا عيال نختبر، هل يمديني أحط ثلاث أدوار؟ ولا رحنا فيها؟ انت منتوريز فل يا عيال، أقدر أركبها كذا، فوق بعض، بالله، طبعا هي تعتبر فل السيارة، بس أنا قاعد أركبهم تركيب كأني حاطهم فوق بعض، يقلع أبو الغش جوي، طبعا أراضي إلى الآن ما فيه، كونتراكس، لا، ميل. باقي لي واحده دوكريت شان يبغاني انظف واحط اثاث ومدري ايش 25000 شكله راح يكون هو مهمتي القادمه بس ودي عندي أ... <applause> غلط والله واجد لا <applause> علقت الهواء هذا يعني حسيت خلاص خله هنا ايش اسوي بعد <applause> هذه عين يعني محل اثاث المستعمل مفروض اني عنده الحين ايوه هذا هو هذا حق المدينه ذي ما قد جيتها قبل نشوف يمكن أسعارها احسن يعني ما ما اظن في فرق صراحه. اه والله اسف. اوكي هذا هذا المستعمل كامل تعالي يا حبيبتي. ما ما تبيعون شيء انتم بس تشترون والله يبي, يبيعون يبيعون وش دقيقه هل يبيعون؟ لا لا بس يشترون والله ما ادري كم بعت بس اني كان جتني فلوس مره كثير الزبده آه ما يبيعون اي شيء للاسف ما اقدر اشتري اشياء مستعمله او زي كذا لان عنده بثات مره حلو صراحه لكن آه ما يمدي للاسف انا اسف على الشجره والله ودي اعوضكم لكن اعوضكم الله ان شاء الله خلنا نشوف اجل الحين والله مشكله ما عاد عندي مكان خلنا خلنا بروح ب... لازم اروح للريسايكل لازم الان الى مهمتنا القادمه في ولا تدرون ودي اروح انام بروح انام احتمال احتمال بسيط اني لما انام اصحى القى في اراضي جديده هذه اللي اتمنى انا صراحه بدل ما اني اسوي مهام الايميل اللي عندي فبنام لازم انام اصلا يعالج دعوه بني ادم تراني <applause> بالاخير انا انسان طبيعي لازم انام فبنام ونشوف يا ان تلقح الحركه ويصير في اراضي جديده او اني بضطر اكمل مهام الايميل ستة الصباح اصبحنا اصبح الملك لله يا حبيبي انت ما في شيء ليه اكول ابي اشتري يا عيال مو منطقي هذه الارض والله ما شكلها مهبل للبيع ياب والله شكلها مهبل للبيع ناتفرس ناتونسي يا حبي اصلا غاليه حتى هذيك هذيك لا ما عليها اصلا لوحه خير شر يا اخي قهر ابي اشتري اراضي يلا اخر اخر اميال خمساوين نشوف عاد هذا مشكلته بثر صراحه مهمته مره بثره يا عيال في اراضي للبيع في اراضي للبيع وجاء ليه غالي كذا فلور لم اثنين حق الدورين جيب ابوها جيب ابوها بعد اه لسه معي 150 الف باقي ها يا عيال هذه يبغى شغل هذه الارض يبي لها شغل والله راح نشتغل عليها باذن الله طب الحين خلني بكمل مهمه الايميل هذه آه البيت الارض الدورين يجي شغل ملعون جدا يا عيال ابشربي تعال بحطكم مسبح <applause> <معين> طيب بحطكم <معين> ما اوكي ما يمدي طيب بحط لكم جاكوزي برضه ما في بانيو ولا تزعلوا، السلام عليكم ارض جديده ابشرك أفشر. ابشرك ارض جديده تعالي آه ب 5000 الديد اغلى لانها اكبر مساحتها الظاهر يا عيال ودي احط احطها للبيع بمساحتها بس مشكله ما في ارض ثانيه لو في ارض ثانيه كان حطيتها للبيع بدون ما ابنيها ابى اشوف كم تجيب لي يمكن تجيب لي 300 الف كذا بدون ما اسوي اي شيء حرفيا الزبدة آه مشينا الان خلينا نكمل مهمتنا ايوه هذا الفخم يبين عد البيت معلش وخره شوي اي ابا آه تبون بعد ما نشتغل يعني تقطعون رزقي يلا ولا كنا صار شيء <applause> سكت الجوال طيب اوكي بسم الله الله يستر ما شاء الله في قبو يا عيال اوكي عرفنا المشكله وين تعرفون يا عيال ابى اشيلها بس والله ما ما ارتب ترتبها انت راي هينك حتى التلفزيون يبغاني اشيله اوكي ابشر بي شكرا بشاشه جديده هذه الان شلنا كل الاثاث يبغاني اشيله هنا طيب في الغرفه هذه ما يبغاني اسوي شيء شكلها في القبو البلا في القبو ايش في هنا اوكي ما في اي شيء يحتاج تعديل الغرفه هذه يبغاني اشتري لها اثاث وبغاني اطقها بوي وزي كذا والغرفه هذه ظهر بس او حتى هذه بعد يبغاني انظفها اوكي هذه ديكوريشن بوكسات جديده يبيني طبعا سلامه اني احطها له الظاهر في الاثاث الجديد انتظرني بس طيب حلو يبغالي بس هنا هذه الغرفه بس يبغالها بويه لا بلاط و كاربت يحط لي سجاد واركب الاغراض هذه طيب ابشر بي اتوقع الاشياء اللي يبغاها خمس نجوم واعلى فبنروح المحل هذا بنش بايسيكل بار بليت ايش هذه الاشياء بالله هذا وين بيبغاني احطها هذه يبغى يسوي نادي شكله طيب بايسكل يا استهبل يستاهل جيمنج تشير اربع نجمات بي هنا ما في اربع نجمات في المحل الثاني يعني في اشياء القاها هنا اشياء ما القاها هنا استهبال هذه هذا استهبال اسمه حبيبي اوكي تم التوصيل تم الطلب تم التوصيل طيب نبدا الان ايش خلينا ن... خلينا نبدا ندخل الاغراض هذه آه... الكترونيك روم الكترونيك شنو يبغاها؟ وش دري معي؟ هذا مونيتور ما اتوقع انه هنا في الدور الارضي صح؟ طيب هذه الغرفه جيمنج تيبل ما هنا يبغاها هنا هنا راح تكون آه... ايوه راح تكون أغراض حقته حقت الجيمنج روم غرفه الالعاب نزل نزل الأغراض والله بي سي مو بي سي نزل ارم ابوها كذا اوكي هذه الاغراض حقت الغرفة اللي تحت ابغى الان البويه هي الظاهر هذه الغرفه اللي تحت فبنحتاج معها برضه البلاستر والبلاط لا الكاربت خلصنا من بويه الغرفه ذي خلاص والله لونها حليو بس الارضيه مره سيئه هنا تبي أوكي دقيقه 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 التلفزيون مو هنا تلفزيون فوق اكيد يا حبيبي انت تعال يا حبيبي حطها كين اخرب بيسه والله هذه حقت سمكري ذي مو بحقت جيمنج معليش والله معليش والله سلكت لك يا حبيبي انا اسف لو انك تخليني العب معك بس ما خليتني العب معك خليك خلاص خلاص من الغرفه دي قفل حد يشوف قله الادب اللي صارت اوكي اتوقع خلصنا من الغرفه دي ايش باقي؟ بليت باقي باقي بليت ناقصني حبه واحده أو نو والله معليش مع نفسك اه هذه البليت موجوده اشوى خفت اني ما شريتها اتوقع خلاص خلصنا المهمه يب هذه اخر قطعه حطها هنا ووصلنا 100% يا حبيبي أه الحمد لله السلامة السلامه الحمد لله السلامه ودي هذه الاثاث القديم عشان ايش عشان ما نوسخ مكانك وزي كذا لازم نشيلها يعني عشان رأح يعني حدنا بروفيشنال يا حبيبي مو بسرقه لا حدك اعطني بس باقي الاغراض اللي هنا اعطني هذا يا بزر اوكي ما اقدر اخذه طيب نقول بسم الله فنش المهمه آه، بينقصني مسك ايش ما سرقت منك شيء بدولار يا كلب ايش انا سارق دولار تشويه سمعه ايش انا اوبا خ... لا لا خلاص خربت الغر البيت كله خلاص انا حرامي سارق يلا ولا تزعل جيب بس الفلوس دام يا عيال a فيو ديز اوف وش ذي دقيقه دقيقه اول شيء خلصنا من هذا اوكي هذه مهمه جتني يبغاني اعدل له بيت زي كذا هو بيمشي بيترك البيت يقول عم بياخذ اجازه ويقول عدل على بال ما اخلص اجازتي آه، البروبرتي ما تغير شيء ابغى اشوف حقتي هذه وينها فيه فايند راوت عند قرية الاولى يب او يا سلام مشينا خلينا نروح نشوف ارضنا يا عيال خلينا نروح نشوفها وايش معي معي فلوس يعني كافيه مره اني اني ابني البيت فيها عندي وسبعين الف اقدر ابني اقدر اثث بالراحه عيال هذه جنب الارض اللي كنا ماخذينها كانت نت فور سيل للبيع هيك ابو البيت اللي تشويه بصري هذا تشويه بصري انا اسف اني خشيتكم انا اسف طيب هذه ارضنا يا عيال قديم باي باي شوفوا اول شيء خلنا نسوي سيف ابي اجرب اعرضها الان للبيع كارض شوف كم تجيب لي أشوف هي شريتها انا ألف بقول يبدا المزاد 270 ألف يعني من بايحة. إن شاء الله بس إذا مثلا جابتني 400 ألف أكيد ببيع أبوها بعد دبل هي فاضية فخلنا نجرب بنستنى أنا شاري ب 223 ألف كلفتني 223 ألف وخمسمية إذا جابت لي يعني فوق 300 ألف والله طيبة يا عيال والله يا عيال ترى مكسب حلو اوكي يا عيال يبدو لي انه ما حد يبغى يشتري ارض فاضيه <applause> خلص خلص المزاد ما حد زايد ما حد ارض فاضيه حاطه يبدا المزاد 270 الف اكيد ما حد بيجي انا ادب انا بعد ما استع على وجهي حرفيا ف راح نوقف هنا ان شاء الله الحلقه القادمه راح نبنيها ونسوي لكم افضل تصميم في العالم تشوفون بحياتكم المهم ان شاء الله حلقة الحلقه تابعوا القناه حطوا لايك وتفاعلوا سلام